مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو. إن شاء الله بيكون عن تحسينات الصفحة on page SEO. طيب، قبل أن نبدأ أحب أنا ملاحظ أنه تحسينات الصفحة on page SEO أغلب 90% من الناس اللي يشتغلون SEO يسوي هذا الشيء فقط، يعني يحسن الصفحة الداخلية ويعتبر أنه هذا هو SEO، تحسين محركات البحث. هذا خطأ كبير، يعني SEO أنت تحتاج أشياء كثير مع بعض، يعني هي عمل تكاملي. لو ما سويت هذه الأشياء كلها ما راح تحصل على نتيجة. الأغلب بس يتجاهل كل الأشياء الثانية، ما يبحث عن الكلمة المفتاحية ولا يكتب محتوى محسن ويترك الربط الداخلي والخارجي ويشتغل على فقط تحسين الصفحة اللي يعني هي جزء من تحسين محركات البحث. يعني مجرد انك تسويها ما راح يعني اوكي بحسن شيء بسيط، لكنه في النهاية هو عمل متكامل. فقبل ما نبدأ ان شاء الله راح اليوم بيكون عن كيف نحسن العناوين والوصف والعناوين الرئيسية والفرعية وتحسين الصور وسرعة تحميل الصفحة والموقع. طيب، خلونا أول شيء نبدأ في تحسين العناوين والوصف. في شيء مهم في العناوين والوصف، لازم زي ما تذكر نحن مشروعنا عن مدونة قصة الأطفال، وكانت الكلمة المفتاحية اللي كتبنا فيها المحتوى اللي هي قصص أطفال. هذه الكلمة المفتاحية أنت لابد أنك تخليها موجودة في العنوان، تكون موجودة، تكون في الوصف، وإذا أمكن أنك تضيفها للعناوين الرئيسية والفرعية هذا بيكون شيء ممتاز جدا. طيب، خلونا نتعرف على العناوين وهيكلة العناوين قبل أن نبدأ إن شاء الله. طيب، هيكل العناوين، طبعا العناوين في أنواع. الـ H1 هذا العنوان الرئيسي، هذه تستخدمها تحدد فيها عنوان رئيسي في الصفحة وهو أهم عنوان في الصفحة، ولازم برضو يطلع مرة واحدة فقط، ما يكون في عنوانين رئيسيين لصفحة واحدة. زين، عرفنا أنه هذا العنوان الرئيسي، ولازم برضو الكلمة المفتاحية تكون موجودة في هذا، شيء لازم ضروري تكون كلمة مفتاحية موجودة في الـ H1 العنوان الرئيسي. طيب، عندنا الـ H2 وش هو؟ هو علامة تستخدمها لتحديد عناوين فرعية تحت العنوان الرئيسي الـ H1، دائما الـ H2 يكون تحت H1. طيب، الفرق بينه وبين H1 انك تقدر تستخدمه أكثر من مرة في الصفحة. الـ H3 هو عنوان فرعي داخل العنوان الفرعي لـ H2، يعني H2 دائم، هذا H2 يجي تحته H3. طيب، خلينا نشوف هذا الرسم البياني. طيب، زي ما قلنا هذا العنوان الرئيسي H1 بيكون دائم عنوان الصفحة، عنوان المقال، عنوان المنتج في المتاجر، يكون مرة واحدة فقط. الـ H2 هذا عنوان فرعي، يكون في مثلا قسم داخل العنوان الرئيسي، قسم فرعي. القسم الفرعي هذا لو حصل وفيه أقسام تحته تستخدم فيها الـ H3. وخلصت من كل أقسام بديت بعنوان فرعي ثاني، ترجع H2 مرة ثانية. طيب، H4 هو تحت الـ H3، عنوان فرعي تحت الـ H3، وتحته برضو الـ H5 H6 نفس الـ راح ناخذها بشكل عملي الحين عشان تكون أوضح لكم. طيب، هذا عنوان مقالتنا اللي كتبناها، هذا يكون H1. طبعا H1 زي ما قلنا لازم يكتب مرة واحدة فقط في الصفحة. زين، هذا العنوان زي ما احنا المحتوى حقنا قصص أطفال. طيب، وهذا عنوان القصة الأولى، لازم يكون H2
ما يصير تخلي H1، لأن زي ما قلنا الـ H1 مرة واحدة فقط. طيب هذا بيكون، طبعا أنت بتنسق هذا، كل الكلام هذا ما يجيك جاهز، أنت بتنسقه. لو قلنا إحنا بيجي زي كذا فقرة عادية، يعني شوف مو بعنوان، مو بطالع كيف أنا أضيف العنوان، أجي أحدد عليه، أضغط هذه العلامة، بعدين عنوان، وأحدد نوع العنوان، هل هو H1 H2 H3 هكذا. احنا هنا زي ما قلنا يجي بعد ال H1 على طول H2. هذا H2 قصة. طيب ممتاز، القصة داخلها عناوين فرعية تحت ال H2. هذا H2 ايش راح احطها؟ راح احطها H3 لانها امشي انا بهذا الهيكل بالترتيب. ومثلا اقسام القصة كلها H3 H3. طيب اجي قصة جديدة، هنا ارجع استخدم ال H2، لان ما هو قصة جديدة ما لها دخل، ما لها علاقة بالقصة الاولى، فاستخدم معاها H2 والعناوينها الفرعية H3 وهكذا بشكل بسيط جدا. لازم يكون الترتيب زي ما قلنا في هذا الرسم البياني، H1 مرة واحدة، H2 H3. لما اخلص القسم ارجع مرة ثانية استخدم H2 H3. اذا عندي تفريعات في ال H3 اقسام تحت الاقسام الفرعية H3 استخدم ال H4 وهكذا. هذا يرتب لك المحتوى، يخلي محركات البحث تحدد وش الاشياء المهمة في المقال او في المتجر او في الصفحة. زي ما قلنا الكلمة الرئيسية لازم نحطها في H1، هذا شيء أساسي في العنوان الرئيسي. إذا أمكن أنه المحتوى يخليك تحطها في H2 ممتاز جدا، وإذا أمكن برضو في H3 ممتاز، لكن لا تجبر الكلمة الرئيسية تحطها في كل مكان. إذا كانت يعني ماشية مع محتوى الصفحة ما يمنع. طيب نرجع ل، عرفنا وش هيكلة العناوين، وعرفنا كيف توزيع العناوين، كيف نحسنها. في شيء مهم قبل ننتقل للموضوع الثاني. طيب هنشوف العنوان الرئيسي ووصف الميتا، الوصف التعريفي أخذناه احنا في الفيديو السابق، بس نرجع نعيد. عنوان المقالة لازم يكون فيه الكلمة المفتاحية اللي هي قصة أطفال، ونفس الوصف التعريفي شوفوا زي هنا قصة أطفال. لازم تستخدم الكلمة المفتاحية اللي أنت تستهدفها في العنوان وفي الوصف، وبرضو تستخدمها في رابط المقالة. رابط المقال زي ما أنا شايف لازم استخدم الكلمة الرئيسية، هذه يحسن من ظهور المقالة بشكل مرة عالي. طيب نحدث هذه، ممتاز. هذا بالنسبة للعناوين، تنسيق العناوين والأشياء اللي لازم تسويها. طيب خلصنا احنا كل العناوين وعدلنا وكتبنا وصف ميتا، وصف تعريفي وعناوين، وتأكدت من الكلمة المفتاحية موجودة في العنوان وموجودة. نروح لشيء للصور، تحسين الصور. طبعا تحسين الصور فيها اشياء كثير على حسب انت وش المشروع حقك. بما ان احنا مشروعنا هنا مدونة فتختلف عن المتجر، لكن مو اختلاف كبير، في اختلاف بسيط يعني. لكن اهم شيء مثلا في تحسين الصور حجم مناسب للصور. لو تذكرون في الفيديو السابق انا كتبت لشات GPT انه عطني الصور او حجم الصور مناسب للمدونة على ووردبريس، فاعطاني لستة في الصور اللي ممكن استخدمها مقاساتها. ممتاز، هذا بالنسبة. تقدر برضو تقول المتجر الالكتروني فيعطيك لستة في المقاسات اللي تناسب هذا المتجر الالكتروني. طيب قلنا اول شيء لازم يكون حجم الصورة مناسب، تأكد من هذا الشيء. وانا اشوف اغلب المتاجر صراحة تعاني من ناحية الصور والبنرات الكبيرة، اللي هذه مشكلة كبيرة في تحميل الصفحة. يعني أنت قاعد تخسر تجربة مستخدم وتخسر زيارات مرة
من محركات البحث وثبت عدد البنرات الكبيرة اللي تحجب سرعة صفحتك. طيب كيف نحل هذه الأشياء؟ نحلها شيء بسيط، هو ضغط الصور. لو أنت بالنسبة للمتاجر لازم تضغط الصور، هذه بعض الأدوات اللي راح أتركها لكم في الفيديو تحت إن شاء الله، اللي ممكن تضغط الصورة بدون ما تأثر على حجم الصورة وجودتها. طيب بما نحن مشروعنا مدونة، في إضافات تقدر أنت إذا شركة الإصطاف اللي أنت مش مشترك فيها ما تدعم تحسين الصور تلقائي، تقدر تحمل تطبيقات وأدوات إضافات تضيفها في المدونة حقتك، برضو راح تحصلون إن شاء الله تحت الفيديو. طيب تحديد صيغ صور مناسبة، يعني إذا كانت صورك فوتوغرافية لازم تستخدم GPEG، إذا كانت صورك رسوميات وشفافة يعني خلفية شفافة PNG، وفي جيل جديد، الجيل الجديد اللي هو الويب بي، هذا جيل جديد من الصور، هذا يستخدمونها في صفحات أداها مرة عالي وضغطها ممتاز. طيب في شيء مرة خاصية، هذه مرة مهمة جدا سواء في المدونات ولا في المتاجر، يسمونها تحميل بطيء، lazy loading. كيف تشتغل هذه الخاصية؟ هذه خاصية لما يكون عندك عدد صور كبير في الصفحة، لما أحد يدخل الصفحة، فلما إذا ما فعلت هذه الخاصية الصور كلها تتحمل في وقت واحد، كل الصور اللي عندك قاعد تتحمل في وقت واحد، يسبب ضغط على السيرفر، يصير صفحتك مرة بطيئة لما تفتح للعميل، بيكون على طول رجع سوى باك، وهذه بيسجل لك نقطة سلبية في تحسين محركات البحث. إذا العميل يدخل بشكل سريع ويطلع، لا يعني شغلك كله راح على الفاضي، ما استفدت شيء. في أدوات تقدر تحطها مثلا، وفي مثل شركة الاستضافة اللي أنا استخدمها هوستنجر، تعتبر شركة ممتازة جدا، وتستخدم الليزي لودينج من نفس الإعدادات بدون لا أنت تضيف أي إضافات ثانية. طيب وتحسين صور برضو تحتاج الـ text، تحديد نص بديل لكل صور، أي صورة لازم تحط لها نص بديل عن الصورة هذه. راح نجي بشكل عملي إن شاء الله كلهم على المدونة، بس أنا بأخذ فكرة الآن. استخدام CDN، وش CDN؟ هو شبكة توصيل محتوى، طبعا سواء لموقعك ولا للصور. هذه الأشياء، هذه الخدمة توزع المحتوى حقك أو الصور على أكثر من سيرفر، يعني على مستوى العالم، فلما يصير الطلب فممكن على حسب السيرفر توزع الحمل هذا، فيقل الضغط على السيرفر الأساسي حقك ويسرع صفحتك. وهذه يعني مو كل الشركات الاستضافة تعطيك الخاصية دي، بالنسبة لي هوستنجر تعطيني هذه الخاصية مجانا مع نفس الباقة. زي ما قلنا الصور والخلفيات، في متاجر او في يحط صورة خلفيات مرة عالية، شكل جمالي، صح انه شكله جميل، لكن هذه قاعد تاخذ من ايش؟ من موارد السيرفر، وتقلل من سرعة الموقع او المتجر. في شيء مهم جدا، اغلب المدونات والمتاجر ما يعطونه اهمية، هو مهم مرة، التخزين المؤقت للصور والملفات الثانية الكاتشينج. أنت ممكن إذا كانت ما توفر الإصطافة حقتك هذه الأداة، أنا أشوفها حتى موجودة في سلة أو زد من الإعدادات، تمسح الملفات المؤقتة، ترى شيء مهم جدا، هذا بيعطيك مجال شوي إذا أنت مستخدم صور عالية وكبيرة وكذا، وصفحتك مرة ولا تمسح الصور المؤقتة دي، هذه وصفة سيئة جدا لتحسين محركات البحث. فلازم بشكل دوري، أسبوعي، شهري، تمسح الملفات تخزين مؤقت من الإعدادات، سواء في مدونة ولا في المتجر الإلكتروني. طيب خلونا نشوف هذه الأشياء بشكل عملي. خلنا نرجع مدونة حقتنا، هذا مدونة مثل ما أنتم شايفين، هذه الصورة عندي أنا، كيف أحسن الصورة؟ لما أضيف الصورة، حلو، تأكد أن يكون هذه القائمة تقدر تخفيها من هنا وتظهرها من هنا،
وهذه تعتبر هذا المحرر حق الوورد بريس الجديد. طيب لما اضغط على الصورة زي ما انتم شايفين يطلع لي هنا نصب بديل. طيب على حسب انت بتختار مثلا كلمتك المفتاحية، انا افضل انه كلمة مفتاحية سواء في المتاجر وال دقيقة اختاره بس مكون ممتاز. الآن لما أضغط على الصورة يطلع لي هنا النص البديل، تقدر من نفس الوسائط بيعطيك الطريقتين، فتحط نص بديل. لازم يكون، لو ما في نص بديل ف بيكون ما حسنت الصفحة بشكل جيد. ممتاز. أجي للصورة اللي بعدها برضو مثلا، واللي بعدها، وهكذا أضيف كلمة المفتاحية. طبعا لازم تكون يعني هذه قصة أطفال، هذه الصور تعبر عن قصة أطفال، فتكتب قصة أطفال. ممتاز. تقدر من نفس الوسائط إذا أنت مثلا ما سويتها من أول، تجي تضغط على أي صورة يجيك هنا نص البديل، وهنا وصف كلمات توضيحية. وش الكلمات التوضيحية؟ كلمات توضيحية، بس خلونا نرجع باك. تجي تحت الصورة في المقالة نفسها زي ما انتم شايفين هنا كلمات توضيحية، شيء جميل انك تضيفها وتحسن من محركات البحث. طيب عرفنا الصور. زي ما قلت لكم في ادوات توفرها شركة الاستضافة زي هوستنجر، شوفوا هذا اسمه لايت سبيد، مرة ممتازة من هوستنجر. وفي الاوبجكت كاش، وتقدر تسوي مانيوال من هنا، تقدر تسوي حذف الملفات التعريفية المؤقتة أو الملفات المؤقتة أو الصور المؤقتة من هذا الخيار. اللايت سبيد هو اللي يخلي هوستنجر يعني من أفضل الاستضافات اللي ممكن تستخدمها. طيب زي ما أنتم شايفين هنا أنا مختار الأدفانس. الأدفانس يحسن لك الأشياء اللي تخلي موقعك أسرع. في بيسك، في ادفانس، وفي اجريسيف. اجريسيف هذا بيسوي تحسين مره جامد، بس ممكن اذا عندك تصاميم او اشياء او ثيم بيحذف لك اياه. طيب خلونا نروح لنفس المدونه من هنا. طبعا كيف تفعل لايت سبيد لما تحمله؟ طبعا كيف نفعله؟ التفعيل يكون من هنا من جنرال، راح يكون هنا ما عندك شيء، والزر هذا مكتوب ريكوست دومين كي، تضغطه تاخذ فتره بسيطه كذا ويعطيك الدومين كي هذا، خلاص تبدا تحط اون تفعل اوتوماتيك. يصير عندك الداشبورد هذا، يطلع عندك وش اللي مفعل عندك، الايمج والبيج والسي دي ان اللي تكلمنا عنه احنا، واللو كواليتي ايمج. ممتاز. يعطيك سرعه الصفحه والصور، ايش اللي كم صورة سوى، بيعطيك فول ديتيلز. هنا بالاعدادات زي ما قلت لكم انا ادفانس، اختار ادفانس، تقدر تخليه بيسك على حسب انت ايش اللي يناسبك وتجرب. طيب هذا الكاش انا مفعله كامل وبشكل اوتوماتيك، وهذا زي ما قلنا اللي يوزع المحتوى والصور الى اكثر من سيرفر. هو مفعل انا عندي من نفس ال من نفس ال لوحة التحكم. طيب هنا بعد في اضافة، بدل ما انا احط اضافات يعني باشتراكات ثانية، في هوستنجر يوفر لي استضافة لتحسين الصور زي ما انتم شايفين، تقدر تفعلها اوبتمايز اوريجينال ايمج زي ما انتم شايفين بشكل اوتوماتيك، وحتى الصفحات يحسن الصفحات بشكل اوتوماتيك اذا كان في سي اس اس كواد زايده عن الحاجه، هو يتعامل معها بشكل اوتوماتيك ما يحتاج انت. وهذا بالنسبه لتحسين الصور من نفس المدونه. انا صراحه
احثكم انه اذا بتختار شركه استضافه تختار هوستنجر. انت ما تحتاج كل هذه الادوات، لو رحت مثلا شركه ثانيه تحتاج انت لكل اضافه دي اشتراك لحالها. خلنا نرجع الخطه عشان ما نبعد عن الموضوع. احنا قلنا الصور، حسنا الصور، خلنا نشوف سرعه تحميل الصفحه. هذه ترى شيء مهم جدا، سرعة تحميل الصفحة. ليش مهمة؟ لما يجيك عميل ويدخل صفحتك وضغط على الرابط وقعد تقريبا 3 4 5 6 ثواني وباقي صفحتك لسه قاعد تحمل، على طول راح يرجع، ما راح يكمل تصفح. عشان كذا احنا نقول في ناس يهمها الشكل المتجر اكثر من فعاليته وسرعة المتجر. هذا خطأ. يعني شكل المتجر اوكي شكله جميل، لكن ما راح استناك انا عشان اشوف متجرك شكله جميل، او اذا متجرك بطيء حتى لو شكله جميل ما راح اجلس. والارتداد هذا ترى يسبب مشاكل في تحسين محركات البحث، ما راح يجيك، يعني جوجل ما راح تعرض موقعك لان عندك تجربه مستخدم سيئه جدا. طيب خلينا نشوف سرعه تحميل الصفحه. طيب اوكي جوجل تقدر تشوف من الاعدادات، لكن انا بوريكم انا من نفس الجوجل. اخذ صفحتي واجي هنا، خلونا بس برضو باخذ واحد من المنافسين على نفس الكلمة المفتاحية بقيس السرعة عشان أبين لكم إن السرعة ممكن. شوفوا هنا أوكي، زي ما قلنا ليزي لودينج. شوف كيف بالبداية ما يحمل لك الصورة، بعدين يحمل صورة واحدة، بعدين يحمل الصورة الثانية زي ما شايفين، وهكذا. شوف حتى اللي فوق ما حمل الصورة بعدين حمل. طيب أنا بوريكم مثلا من المنافسين، خلينا نشوف منافسين. أشوف هذا، باخذ الرابط ترى مرات يكون سرعة الصفحة شيء حاسم في تحسين محرك او تصدرك في كلمة مفتاح. اذا صفحة منافسك بطيئة انت تستغل هذا الشيء وتسرع الصفحة حقتك. شوف كيف 47 برفورمانس حق زين. شو هذا؟ طبعا هذا جوجل تقول لك من 0 إلى 49 انت في الخطر، يعني هذا شيء سيء جدا. من 50 إلى 98 تحتاج تحسن، انت في شيء متوسط. يعني من 90 إلى 100 انت في مكان مناسب ممتاز. هنا زي ما انتم شايفين 47 الصفحة شوية تحملها بطيء، ما يستخدم الادوات اللي تكلمنا عنها، الصور احجامها مختلفة، ضغطها مرة صور كبيرة حجمها كبير، الثيم وصور الثيم والاشياء اللي يعني الجمالية اللي ما لها اي داعي. زي ما انتم شايفين هو قاعد يحاول يحمل الصور كامله في وقت واحد، فيسبب انه ينزل من السرعه. هذا واحد من الاسباب، طبعا عنده اسباب كثير. هو الصوره حجمها كبير، عنده الجافا سكريبت مره عالي، اشياء كثير، حتى الانترنت اوكي جافا سكريبت. هذا كله شوف هنا ماخذ 3 ثواني، هنا 7 ثواني وجزء من الثانيه، هذا جزء من الثاني. فالسرعة في الجزء من الثاني يفرق ترى من موقع لموقع. طبعا هو مشتغل السي او بشكل جيد، مشتغل على الاشياء الكويسة البيست براكتس، وبرضه تصفح موقع ممتاز، لكن برفورمانس كبطء وسرعة بطيء ممتاز. لو تشوفون المتاجر ترى سرعتهم أسوأ من كذا. أنا شايف متاجر 10 15، هذا يعني مرة سيء صراحة. طيب
نرجع للخطة. زين، شفنا سرعة تحميل صفحتنا كيف أشوفها، وكيف أحسن الصفحة زي ما قلنا. إذا أنت هوستنجر سواء مدونة أو شيء، تقدر من الإعدادات نفسها لايت سبيد، هذه إضافة ممكن تضيفها إذا كنت حتى برا تشترك اشتراك من نفس الأداة، تدفع اشتراك شهري. بس أنا أفضل إنك تختصر على عمرك وتستخدم هوستنجر، يقدم لك يعني سرعة صفحتي أنا يعني بسبب الأشياء اللي فعلتها هنا. لو ما فعلها، لو أوقفها، بتشوف إنه بسرعة السرعة حقتي بتصير أقل. طيب، وزي ما قلنا برضو الكاش لازم ينحذف من وقت، يعني بشكل دوري لازم ينحذف. هذا بالنسبة لي. أوكي، بالنسبة ل سرعة الموقع. هو الربط، الروابط الداخلية والخارجية هي ضمن تحسينات الصفحة، يعني تعتبر الخارجية ممكن لا، لكن الداخلية لما أنت تكتب مقالة لازم يكون الربط وقت كتابتك المقالة، يعني تربط مقالتين أو 3 مقالات. فإن شاء الله في الفيديو القادم بناخذ هذا الربط الداخلي والخارجي بيكون مع بعض. كذا يكون إن شاء الله الفيديو القادم، ونشوفكم على خير إن شاء الله.